لقد قررنا المشاركة في كأس السوبر بغرض الوصول إلى معرفة أعمق للفريق في الوقت الراهن. وصلت منذ أسبوع كما تعلمون لا أكثر، لذا ليس لدينا الكثير من الوقت لتحضير الفريق لهذا الاستحقاق. لكنني على يقين أن ظروف باقي الأندية مشابهة لظرف نادينا، ولذلك لا أحد على أتم الجاهزية لما هو قادم في الموسم الذي هو بصدد البدء. تحضيرنا سيكون بوتيرة سريعة حكماً، وتوقعاتنا وطموحاتنا لا حدود لها. وبالنسبة لي أنا في أرض الملعب سنحاول الفوز في كل مباراة بدءاً بكأس السوبر. وكتقييم أولي أجريته فقد فعلنا ما هو جيد لحد الآن، علّه يخولنا تقديم كرة سلة جيدة تضعنا في موقف يناسب النادي من روح تنافسية تليق به، ولذلك سنحاول العمل مباراة إثر أخرى. علنا نصل إلى النهائي ونحاول بطبيعة الحال الفوز به. تقاليد هذا النادي تفرض علينا أن نكون في وضع ممتاز وترتيب متقدم دائماً في سبيل تحقيق طموحات الفريق وجماهيره العريضة.